أعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات بعنوان وحدات السعة غير القياسية. والفكرة الرئيسية لدرس اليوم هي أن أستعمل وحدات غير قياسية لأقيس السعة. نشوف يا شباب في هذه الصورة، ولدين كل ولد فيهم في يده، الولد الأول في يده سطل ويريد تعبئة هذا السطل بالإيش؟ باستخدام الكوب. والولد الثاني هنا في يده كوب ويريد تعبئة هذا الكوب بإيش؟ بالملعقة. فالآن الولد هذا بيقيس سعة هذا السطل باستخدام وحدة غير قياسية وهي الكوب، والولد الثاني هذا يقيس سعة هذا الكوب باستخدام وحدة غير قياسية وهي إيش؟ الملعقة. يبقى الحين الولدين دول بيستخدموا وحدات غير قياسية وهي الكوب والإيش؟ والملعقة. الكوب والملعقة. المجسم اللي بيكون أكبر بستخدم فيه وحدة قياس أكبر، والمجسم اللي بيكون أصغر بستخدم فيه وحدة قياس أصغر، وحدة قياس أصغر. فهنا استخدمت وحدة قياس سعة أصغر وهي أكبر وهي الكوب لأن السطل أكبر، وهنا استخدمت وحدة قياس سعة أصغر وهي الملعقة لأن عندي الكوب سعته أقل. طيب من سعته أكبر؟ طبعا واضح فعلا السطل سعته أكبر من الكوب، والكوب سعته أقل من الإيش؟ السطل. الولد الأول يقول السطل أكبر، لذلك اخترت وحدة قياس أكبر. السطل هذا أكبر، عشان كده الولد لما جاء اختار الكوب لأن السطل كبير، فاختار وحدة قياس أكبر. طيب والولد هذا اختار وحدة قياس أقل لأنه يقول الكوب الشيء أصغر أو صغير، لذلك اخترت وحدة قياس إيش يا شباب؟ أصغر. والآن مع تعريف السعة يا شباب. والسعة هي الكمية اللازمة لملء الوعاء الموضوعة فيه، يعني الكمية اللازمة اللي أنا أوضعها في هذا الوعاء هي سعة الوعاء. يعني هذا الوعاء كمية مثلا الماء أو الرمل أو الأشياء اللي أعبي بها هذا الوعاء هي سعة الوعاء. فأقول مثلا إن هذا الوعاء سعته لما قعد الولد هذا يعبي هذا الوعاء كان سعته تساوي 20 تقريبا، كان سعته تساوي 20 كوب تقريبا. هذا السطل لما عباه الولد هذا عباه ب 20 كوب، 20 كوب عباه لهذه هذا السطل. فسعة السطل هذا سعة السطل تساوي 20 كوب تقريبا، سعة السطل تساوي 20 كوب تقريبا. وهذا الولد طيب عبى هذا الكوب باستخدام الملعقة، فكانت سعة كوب الشاي تساوي 20 ملعقة تقريبا. سعة كوب الشاي تساوي ايش يا شباب؟ 20 ملعقة تقريبا. سعة كوب الشاي هذا 20 ملعقة تقريبا. أحاول أني أحضر هذه الأشياء بالمنزل وأستخدم الوحدات هذه، طبعا كلها متوفرة في البيوت كلها، فحاول أنك تجرب وحدة القياس هذه، الوحدات القياس الكوب والملعقة، وحدات قياس غير قياسية للسعة، أقيس بها السعة، أقيس بها سعة الإبريق وأقيس بها سعة الصحن هذا. طيب احضروا الأوعية الموضحة صورها في الجدول وأقيس سعتها مستعملا وحدة القياس المناسبة، أو أقترح وحدة خاصة بي. ممكن أنا أقترح وحدة تكون خاصة بي بدون ما أستخدم هذه الوحدات، أشوف وحدة تاني تكون عندي في البيت أقيس بيها. وأنت ممكن من الحين قبل ما تبدأ تحل هذه، مو لازم تكتب نفس الأرقام اللي أنا أكتبها، لا استخدم إبريق في البيت واستخدم معه، هشوف الحين استخدم هذه ولا هذه، او والصحن وهذه، وشوف انت اكتب الاعداد اللي تكون عندك تمام مضبوطه في البيت. طيب الابريق هذا استخدم فيه الملعقه، اقيسه بوحده الملعقه، ولا الافضل استخدم الملعقه ولا استخدم الكوب في ملء الابريق الكبير هذا؟ الابريق كبير شويه، فانا استخدم فيه الايش؟ الكوب. استخدم فيه ايش يا شباب؟ الكوب. استخدم فيه الكوب هذا. طيب والابريق هذا يكون فيه كم كوب يا شباب؟
الابريك هذا ممكن يكون فيه 5، ممكن فيه 7، ممكن يكون ابريك اكبر بكثير يكون فيه 10. فانا هنا استخدم الكوب لان هذا كبير، عند الابريك هذا كبير، عشان كذا اني انا اخترت وحده قياس كبيره، وقلت ان هنا ممكن يكون فيه بستخدم قلنا الكوب. ولما قيسته كان فيه 7 أكواب تقريبا، 7 أكواب تقريبا. طيب الصحن هذا يا شباب الصحن أصغر شوية، فاستخدمت وحدة قياس أصغر وهي الإيش؟ الملعقة. الملعقة استخدمت الملعقة، وكان الصحن هذا فيه 20 ملعقة، كان فيه 20 ايش يا شباب؟ ملعقة. في واحد يقول لي استاذ انا بستخدم الكوب، نعم استخدم الكوب بس هتحصل العدد اقل، ممكن يكون فيه كوبين او 3، استخدم الوحدة اللي على كيفك، ممكن في هذا السؤال ممكن استخدم اكثر من وحدة يا شباب. لكن انا استخدمت الوحدة الاصغر لان هذا الشكل اصغر. اذكر وحدة قياس اخرى يمكن ان استعملها لاقيس السعة، ممكن استعمل وحدات اخرى من عندي من البيت، مثلا كاسات الشاي الصغيرة او القهوة الصغيرة، واستخدمها برضو في وحدات القياس، او اذكر انت وحدات اخرى يمكن ان تستخدمها لقياس السعة. طيب احضروا الاوعية الموضحة صورها ثم في الجدول، وأقيس سعتها مستعملا وحدة القياس المناسبة، أو أقترح وحدة قياس خاصة بي. عندي يا شباب هنا الموية هذه، قارورة الموية هذه أستخدم فيها إيش؟ أستخدم فيها الملعقة ولا أستخدم فيها الكوب؟ ممكن أن أستخدم فيها الملعقة، تكون عدد وحدات كثيرة جدا لأن الموية هذه كثيرة، فأنا أستخدم فيها الإيش يا شباب؟ الكوب. أستخدم فيها الكوب لأن هذه كبيرة شوية، فأنا أستخدم فيها الإيش؟ الكوب. وهذه تقريبا يكون فيها، لما قستها كان فيها 2 كوب، كان فيها 2 كوب، يكفيني أكتب 2. كانت السعة 2، لما استخدمت الكوب، استخدمت أنا الكوب يا شباب، كان سعتها 2 كوب. ممكن يكون الكوب عندك أكبر أصغر، فيكون العدد إيش؟ أكبر، على حسب الوحدة اللي أنت تستخدمها في البيت يا شباب كمان. طيب الصحن هذا قبل شوية شفنا، أستخدم فيه يا شباب الملعقة، ممكن أستخدم فيه الكوب، ممكن أستخدم الملعقة. إذا استخدمت الملعقة بيكون عدد أكبر طبعا، واستخدمت الكوب بيكون في عدد أقل. فأنا هنا بستخدم مثلا المرة هذه أستخدم الكوب. طيب بكتب كوب، الصحن هذا كم يكون فيه كوب تقريبا؟ ممكن 3 أكواب، 3 أكواب. جرب في البيت واستخدم الأشياء اللي أنا قلت لك أحضرها واستخدمها في البيت، موجودة طبعا في كل البيوت. طيب ها شباب، الكوب هذا استخدم الملعقة ولا استخدم الكوب؟ ها، يمكن استخدم الملعقة ويمكن استخدم الكوب، بس استخدمت الملعقة بيكون، ها ممكن استخدم الملعقة بيكون تقريبا 20 صح؟ اذا استخدمت الملعقة بيكون 20. أنا طبعا حسبتها في البيت. أنت يمديك الآن تستخدم الكوب، وشوف الكوب لو أني استخدمت الكوب، ها تقريبا كان هيكون كامل يا شباب كوب، لو أني استخدمت الكوب هيكون كوب واحد، هذا كوب وهذا أيضا، يبقى هيكون نفسه هيكون واحد، بس لو أني استخدمت كلمة كوب هيكون واحد فقط. طيب يا شباب هنا وش استخدم الكوب، لان
هذه كبيرة شوية، ممكن استخدم الملعقة بس الملعقة تكون عدد كبير جدا. طيب بستخدم الكوب، اكتب هنا كوب، والعدد بيكون 4، 4 اكواب ماء. طيب طبعا يا شباب وانت بتجرب في البيت ممكن العدد يكون عندك مختلف حسب الوحدة اللي انت بتستخدمها في البيت. مجرفة الرمل، مجرفة الرمل هذه، ومغرفة المثلجات هنا زي هذه في الصورة المجاورة متساويتان في السعة، يعني ان هذا المجسم هذا وهذا متساويان في السعة، سعة هذه قد سعة هذه بس الاختلاف في الشكل. فإذا كان لدينا وعاء يتسع إلى 66 مغرفة من المثلجات، عندي وعاء يسع 66 مغرفة من المثلجات، فإلى كم مجرفة من الرمل يتسع هذا الوعاء؟ نفس الوعاء أقدر أضع فيه كم مغرفة من كم مجرفة من الرمل؟ هو الوعاء سعته 66 من المغرفة هذه. فالآن كم يسع هذا نفس الوعاء كم يسع إلى من المجرفة حق الرمل؟ لو تلاحظ في السؤال يقول إنهما إيش؟ إن المجرفة والمغرفة إيش؟ متساويتان في السعة، متساويتان يعني نفس السعة، يعني إن هذا الإناء يسع 66 من مغرفة المثلجات أكيد إنه يسع كم من مجرفة؟ نفس العدد متساويان يبقى يكون كم؟ إيه يسع نفس العدد يعني هيكون 66، أحسنتم نفس العدد. وكم مجرفة أحتاج إليها لأملأ وعاء أكبر من الوعاء السابق مرتين؟ يعني أنا الحين أبغى أستخدم المجرفة هذه لأملأ وعاء أكبر من هذا الوعاء اللي هو يسع 66 مرتين، يعني قد 66 مرتين، أحسنتم يعني 66 و66 كم يكونوا يا شباب؟ ها 102 وكم؟ و30، أحسنتم يا شباب وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.